الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله هيبقى الهيموليتيك انيميز الجزء الاولاني، وبعد كده هون يعني موضوع طويل شويه فهنتكلم عليه على جزئين. لغايه دلوقتي دي المواضيع اللي احنا غطيناها في الهيماتولوجي. اول مره اتكلمنا على الابروتش والانترودكشن تو انيميا، بعد كده هون الموضوع الثاني كان المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، وبعد كده اتكلمنا على الميجالوبلاستيك انيميا. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده باذن الله هيبقى الهيموليتيك انيميز. احنا زي ما اتفقنا ان النورمال لايف سبان بتاع الريد بلاد سيل 120 يوم، وشرحنا اشمعنى 120 يوم، لان احنا قلنا انه الريد بلاد سيل بتتميز انه الممبرين از اكستريملي فليكسيبل، والفليكسيبيليتي دي هي اللي بتخلي الريد بلاد سيل ات كان سكويز اتسيلف تو باس اكروس ذا فيري نارو فينستريشنز في المايكرو سيركيوليشن وتحديدا السبلين. وقلنا ان عند 120 يوم زي ما الواحد كده بيعجز وشعره بيبيض، اللي بيحصل عند 120 يوم الممبرين والكومبوننتس اللي بتبقى مسؤوله عن الفلكسيبيليتي بتاعه الممبرين اوف ذا ريد بلاد سيل ات ستارتس تو بي اولترد، وبناء عليه الريد بلاد سيل بتبقى ليس ديفورمبل، وبناء عليه بتبقى ايزلي كابتشرد في السبلين. يبقى الهيموليتيك انيميا، المقصود بالهيموليتيك انيميا، الهيموليتيك انيميا بكافه انواعها الهيريديتري والاكوايرد بتتميز ب decreased red blood cell lifespan، يعني بيحصل premature destruction. يعني ايه premature destruction؟ يعني اقل من 121 يوم. يبقى ده الديفينيشن بتاع الهيموليتيك انيميا، لان في الظروف الطبيعيه الريت بتاعت البرودكشن بتاعت الريد بلاد سيل بتساوي الريت اوف destruction، والبون مارو بتاع الافريج ويت ادلت في اليوم الواحد بيقدر يطلع حوالي 25 مللترز اوف ريد بلاد سيلز. واحنا قلنا ان الريد بلاد سيلز الديد اللي هي بتبقى كابتشرد في السبلين بتطلع تقريبا من 6 ل 7 جرام من الهيموجلوبين والايرن، وقلنا ان ال 7 جرام دول والايرن كونتنت بتاعها ده بيروح بعد كده على الماكروفاجز. عشان لو نفتكر اما جينا كنا بنتكلم على المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، قلنا ان الايرن بول بيبقى جزء منه جاي من الدايت والجزء الثاني بيبقى جاي من الديد ريد بلاد سيلز اللي هي بيتعمل لها بالظبط a process of recycling، والايرن بتاعها هو ده اللي بيبقى ستورد جوه الماكروفاجز. لكن حوالي 10% just 10% من الديد اريثروسايتس بتطلع الهيموجلوبين كونتنت بتاعها دايركتلي على البلد. كميه الهيموجلوبين اللي بتبقى ريليست في البلد دي بتمسك في حاجه اسمها الهابتوجلوبين. الهابتوجلوبين ده كما يدل الاسم طالع منين؟ الهيبتوجلوبين ده طالع من الليفر سيلز، طالع من الهيباتوسايتس. واللي بيحصل بعد كده هو ان الهيبتوجلوبين هيموجلوبين كونتنت ده بيتاخد بعد كده هو بالهيباتوسايتس، وبتبتدي تعمل له كليفج، وبتبتدي تعمل له ريسايكلينج اللي هي زي ما اتفقنا الخطوه بتاعه الفورميشن بتاع البايل بيجمنتس والبيلروبين اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في نص السنه الاولاني لما جينا نتكلم على الجزء الخاص بالجوندس والبيلروبين ميتابوليزم. لو فرض بقى ان كميه الهيموجلوبين يعني حصل ماسيف ديستركشن للريد بلاد سيلز، يبقى معنى كده ان الانترا فاسكولار هيموليسيس هيطلع لي كميه كبيره جدا كبيره جدا من الهيموجلوبين. ات ويل اوفرويلم الكاباسيتي بتاعت الهابتوجلوبين ان هو تو كومباين وذ ات، وبناء عليه الهيموجلوبين هيبتدي يطلع ويظهر في اليورين. الكلام ده بيحصل لو حصل عندي انترافاسكولار هيموليسيس. الهيموجلوبين اللي نازل بقى في اليورين يعني بيعدي على الرينال تيوبولار سيلز، ان الرينال تيوبولار سيلز دي ممكن بتحول الهيموجلوبين الى بايل بيجمنتس، وجزء من الرينال تيوبولار سيلز بيريتين الهيم ايرن جوه السيل نفسها. جزء بقى من التيوبولر سيلز اللي هي حصل تجميع للهيموجلوبين جواها والايرن طلع جواها، في الحاله دي بيحصل لها سلافينج وبتبقى نيكروزد، والتيوبولر سيلز بالمحتوى بتاعها اللي هو الهيم والايرن بتنزل في اليورين، والرينال تيوبولر سيلز اللي بتبقى سلافت وبتنزل في اليورين دي بيبقى ليها منظر او بتتصبغ بصبغه معينه اللي هي اسمها براشن بلو. ده مع الجزء الهيموجلوبين اللي هينزل دايركتلي على اليورين بيعمل لي حاجه اسمها هيموجلوبينوريا. والقصه دي بتحصل في الانترافاسكولار هيموليسيس، لان زي ما هنشوف بعد كده الهيموليسيس ممكن يبقى انترافاسكولار وممكن يبقى اكسترا فاسكولار. كل انواع الهيموليتيك انيميا
سواء اذا كانت هيريديتري او اكوايرد بتتميز بايه؟ اولا بيحصل انكريست في الريت بتاعت الدستراكشن اوف ذا ريد بلاد سيل، وعشان نبقى يعني مور اكيوريت بريماتشور دستراكشن، وكلمه بريماتشور معناها ان الريد سيل مش هتوصل للاكسبكتد لايف سبان اللي هو 120 يوم. طالما البوم مارو سليم يبقى معنى كده ان الديكريز بتاع الريد بلاد سيلز هيقابله انكريست في البرودكشن بتاع الريد بلاد سيل. نفتكر ان في عندي بالانس، ونفتكر ان في البدايه الديكريز بتاع الريد بلاد سيل هيترتب عليه هايبوكسيا، الهايبوكسيا هتطلع لي اريثروبويت من الكيدني، هيعمل ستيميوليشن للبوم مارو، it will enhance and it will accelerate البروسيس بتاعت الاريثروبويسز. والاكسلريتد اريثروبويسز دي بتبان من خلال ان عدد اليونج ريد بلاد سيل اللي هي الريتيكولوسايت بتزيد. زياده الريتيكولوسايت معناها ان البون مارو از هيلثي اند ات از ريسبوندينج تو ذا انكريست ريت اوف ديستراكشن. لكن المشكله ان لما بيحصل هيموليسيس الريسايكلينج برودكت اللي هو ايرن، الايرن ده بعد كده هو ممكن يبقى ريتيند انسايد ذا بودي ويديني اكسس ايرن ستورج ستيتس. الايرن زي ما اتفقنا او كل الريد سيل لما بيحصل لها هيموليسيس الكونتينتس بتاعتها بتبقى ريسايكلد، يبقى معنى كده انه في المراحل الاولانيه من الهيموليتيك انيميا البروسيس بتاعت الريسايكلينج والريوتيلايزيشن اوف ايرن ممكن الى حد ما ان البروسيس بتاعت الريد سيل فورميشن من البون مارو ات كان كيب بيس، يعني ممكن تبقى ماشيه ومتناسبه مع الديجري بتاعت الهيموليسيس. يعني في الايرلي ستيج الكومبنساتوري انكريس في الاريثروبويسز باي ذا بون مارو ات كان كوب مع الانيشال ديكريس في النمبر اوف ذا ريد بلاد سيل، ودي ساعات بنسميها الكومبنسيتد هيموليسيس. لكن بمرور الوقت لما الانيميا بتبقى سيفير، وفي الحاله دي ان البون مارو لوحده مش هيقدر من خلال الاكسلريتد اريثروبويسز تو كومبنسيت فور ذا انيميا، الاريثروبويسز او هيماتوبويسز ات ويل تيك بليس ان اذر ارياز غير البون مارو، وده اللي بنسميه الاكسترا ميدالري هيماتوبويسز، وده ممكن يحصل في السبلين، ممكن يحصل في الليفر، ممكن حتى يحصل في الليمف نودز. البروسيس بتاعت الهيموليسيس بتاعت الريد بلاد سيل دي ممكن تحصل في مكان من اتنين، ممكن تحصل جوه الفاسكولار ليومن وده اللي بنسميه انترا فاسكولار هيموليسيس، او ممكن تحصل بره الفاسكولار ليومن وده اللي بنسميه الاكسترا فاسكولار. ولو حصل في الاكسترا فاسكولار عادة بيحصل في الماكروفاجز، وتحديدا الماكروفاجز اللي موجودة جوه السبلين. الانترا فاسكولار هيموليسيس زي ما شرحنا في السلايد اللي قبل كده بيبقى اسوشيتد مع هيموجلوبينوريا، ان الهيموجلوبين بيظهر في اليورين، وفي نفس الوقت ان جزء الهيموجلوبين اللي دخل جوه التيوبولر سيل وحصل ريليس وحصل انكريس في الايرن كونتنت بتاعت التيوبولر سيل اللي بقت نكروزد وصلفت ونزلت مع اليورين، ده بيعمل لي حاجه اسمها هيموسيدرينوريا. يبقى الهيموجلوبينوريا والهيموسيدرينوريا ده ما بيحصلش الا مع الانترا فاسكولار هيموليسيس. في نفس الوقت انه نتيجه الانكريس الهيموليسيس يبقى معنى كده ان كميه الانكونجوجيتد بيلروبين بتزيد، والانكونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا دي بترتب عليها جوندس، زي ما خدنا في البيلروبين ميتابوليزم في نص السنه الاولاني لما جينا كنا بنتكلم على البيلروبين ميتابوليزم والجوندس. في نفس الوقت لو حصل انترا فاسكولار هيموليسيس بكميه كبيره جدا، الاكسس هيموجلوبين اللي بيبقى ديليفرد على الرينال تيوبولار سيلز ده ممكن يعمل لي اكيوت رينال شت داون، وممكن يعمل لي اكيوت تيوبولار نيكروسيس. احنا زي ما اتفقنا ان كميه الهيموجلوبين اللي بتبقى ريليس في البلاد جزء منها بيمسك في كارير بروتين طالع من الليفر اسمه الهبتوجلوبين، يبقى شيء متوقع ان التركيز بتاع الهبتوجلوبين في كل انواع الهيموليتيك انيميا بيبقى له، لانه في الحاله دي بيبقى ساتوريتد مع الريليس هيموجلوبين. احنا اتكلمنا على الانترافاسكولار هيموليسيس. الاكسترافاسكولار هيموليسيس ان الريد بلاد سيل ما بيحصلهاش، مش بيحصل لها ديستراكشن جوه الفاسكولار ليومن، بيحصل لها ديستراكشن فين؟ بره الفاسكولار ليومن، وتحديدا جوه الماكروفاجز، وتحديدا الماكروفاجز بتاعه السبلين وبالليفر. واحنا قلنا انه النورمال بروسيس ان الريد بلاد سيل لان الممبرين بتاعها فيري الاستيك اند فليكسيبل it can pass across the narrow fenestrations، ولكن لما بيحصل هيموليسيس جوه السبلين
السبب الاساسي بيبقى نتيجه او احد الاسباب بتبقى نتيجه reduced deformability and reduced flexibility. يبقى معنى كده ان الريد بلاد سيل هتبقى ترابت وهتتزنق جوه المايكرو سيركيوليشن وتحديدا اللي هي الريد بالب الموجود جوه السبلين وبيحصل لها hemolysis inside the macrophages of the spleen. حاجه من الحاجات المهمه جدا الاكسترا فاسكولار hemolysis اللي هو اساسا بيحصل في السبلين is not associated ولا مع هيموجلوبينيميا ولا هيموجلوبينوريا ولا هيموسيدرينوريا. وفي نفس الوقت احنا قلنا البروسيس بتاعت الهيموليسيس معناها ريليس ريد سيل كونتنت اللي هو الهيموجلوبين اللي بتعمل له بعد كده ريسايكلينج وبيحصل اكسس ايرون. يبقى معنى كده انه اللونج ستاندينج هيموليسيس ده ممكن يترتب عليه اكسس ايرون ستورج ستيت جوه جسم البني ادم. لما نيجي نتكلم ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لي هيموليتك انيميا، احنا اتفقنا الحاجات اللي ممكن تعمل لي هيموليتك انيميا يا اما انترا كورباسكولار كوزز يا اما اكسترا كورباسكولار كوزز. الانترا كورباسكولار كوزز اللي هو ديفكت في الريد سيل نفسها ده ممكن يبقى نتيجه مشكله في السيل ممبرين او مشكله في الهيموجلوبين نوع الهيموجلوبين سواء السينثيسيس او الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين او مشكله جوه الانزيمز اللي موجوده جوه الريد بلاد سيل. الاكسترا كورباسكولار كوز اللي هي هيموليسيس ملوش علاقه بالريد سيل ده ممكن يبقى اميون ميدييتد ممكن يبقى ميكانيكال فاكتورز ممكن يبقى انفكشن وقلنا اشهر نوع من انواعها اللي هي الملاريا. يبقى ده الجدول العام اللي هو بتاع الكوزز اوف هيموليتك انيميا. الجنرال فيتشرز واللابوراتوري فايندينجز بتاعه الهيموليتك انيميا، اول حاجه لازم هيبقى في جوندس لان ما يكون في عندي ان كونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا. الحاجه اللي بعد كده في حالات كتيره جدا من الهيموليتك انيميا بالذات اللي بتبقى اسوشيتد مع اكسترا فاسكولار هيموليسيس السبلين بيبقى كبير. في نفس الوقت انه مع الادفانسد كيسز بتاعه الهيموليتك انيميا بيحصل احنا زي ما اتفقنا ان الهيموليتك انيميا لما بتحصل بيترتب عليها تيشو هايبوكسيا وانكريس برودكشن اريثروبويتين فبيحصل انكريس اكتيفيتي في البون مارو. والانكريست اكتيفيتي في البون مارو اللي هي بيترتب عليها هايبربليزيا، الهايبربليزيا دي ممكن تعمل لي سكيليتال ديفورميتيز والسكيليتال تشينجز دي بالذات بتبقى موجوده مع الانهيريتد فورمز بتاعه الهيموليتك انيميا زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله. يبقى الجنرال فيتشرز بتاعه الهيموليتك انيميا ان انا بلاقي كومبينيشن ما بين الجوندس والبالور، ممكن بعض احيان بنلاقي السبلين كبير ونلاقي فيه سكيليتال ديفورميتيز. السكيليتال ديفورميتيز نتيجه الهايبر اكتيف والهايبر بليزيا بتاعه البون مارو. المين كورباسكولار فوليوم ممكن يبقى انكريس لسبب لانه زي ما قلنا انه في الانيشال ستيج بتاعه الكومبنساتوري هيموليسيس بيبقى في عندنا هايبر بليزيا في البون مارو وريتيكولوسايتوزس. ولو نفتكر انه الريتيكولوسايتس الفرق بينها وبين الريد بلاد سيل انها اتز بريماتشور او اماتشور الحجم بتاعها اكبر وفيها ريمننت من النيوكليس اللي هي ار ان اي. يبقى الام سي في والام سي اتش بيكونوا زايدين ده نتيجه الريتيكولوسايتوسس. وطبعا اما اجي بعمل الريتيكولوسيتك كاونت هنلاقيه انكريس. في نفس الوقت البيلروبين هيبقى في عندي انكريس في الان كونجوجيتد بورشن وفي نفس الوقت لانه اللاكتيك ديهايدروجينيز اللي هو احد الكونتنتس بتاعه الريد بلاد سيل الكونسنتريشن بتاعه هيبقى زايد. ونزود على كده ان الهيبتوجلوبين التركيز بتاعه هيبقى قليل. دي اللي هي الجنرال لابوراتوري فيتشرز بالنسبه للهيموليتك انيميز. اما نيجي نتكلم على النوع الاولاني اللي هو الانهيريتد فورمز قبل ما نتكلم على الاكوايرد هنتكلم على الانهيريتد فورمز. عشان نفهم الانهيريتد فورمز بتاعه الهيموليتك انيميا دلوقتي انا في عندي 3 اليمنتس they are needed for normal function of the red blood cell. اول حاجه انا محتاج يبقى في عندي normal hemoglobin. الحاجه اللي بعد كده انا محتاج ان الممبرين بتاع الريد سيل يبقى normal. نفتكر ان الممبرين بتاع الريد سيل اللي هو بيبقى characterized by deformability and flexibility ده لو حصل فيه مشكله هيعمل لنا hemolysis. والحاجه الثانيه انا محتاج ان الانزيماتيك pathways اللي موجوده جوه الريد سيل اللي هي بتساعد في المينتننس اوف نورمال هيموجلوبين اند مينتيننج ذا نورمال شيب اوف ذا فليكسبل ميمبرين. يبقى لو حصل مشكله في الانزيماتيك بروسيس في الحاله دي بيترتب عليها هيموليتك انيميا. يبقى هي دي 3 ميجر ميكانيزمز اللي بيترتب او اللي هي بتفسر الانواع المختلفه من الانهيريتد هيموليتك انيميا. اول نوع من انواع الهيموليتك انيميا ديو تو
inherited abnormality، هنتكلم على الهيموليتيك انيميا اللي هي بتبقى نتيجه السيتوسكيلتون كومبلكس. يعني ايه سيتوسكيلتون كومبلكس؟ هنتكلم دلوقتي ونشرح. دلوقتي اشهر نوع من انواع الهيريديتري هيموليتيك انيميا اللي هي بتبقى مشكله نتيجه الممبرين ديفكت، يعني ريد بلاد سيل ممبرين ديفكت، هي الهيريديتري سفيروسايتوسيس. ايه هو الهيريديتري سفيروسايتوسيس؟ بيبقى في عندي هنا مشكله في الممبرين شيب بتاع الريد بلاد سيل، بحيث ان الريد بلاد سيل بدل ما تبقى شكلها بايكون كيف بيبقى شكلها سفيرويدال. وزي ما هنشوف في الدايجرام اللي هوريه لكم بعد كده، السفيرويدال شيب ده بيترتب عليه ان الريد بلاد سيل ات بيكمز ليس ديفورمبل. يعني ايه ليس ديفورمبل؟ يعني لما هتعدي من نارو فينستريشنز ات ويل بي ترابت اند ات ويل بي هيمولايزد. يبقى ده بمنتهى البساطه الديفكت اللي بيحصل في الهيريديتري سفيروسايتوسيس. ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه انه الممبرين بتاع الريد بلاد سيل زي ما هنشوف دلوقتي، سبحان الله المايكروستراكشر بتاع الممبرين اوف ذا ريد بلاد سيل از اكستريملي كومبليكيتد، لانه النورمال ستراكشر بتاع الريد سيل ممبرين ده محتاج لمور ذان وان تايب اوف بروتين تو مينتين ذا بايكونكيف فليكسبل باترن بتاع الريد بلاد سيل. وقلنا الكونكيف فليكسبل باترن هو ده اللي بيسمح ان الريد بلاد سيل بتعدي من النارو فينستريشنز من غير ما تبقى ترابت. انا جبت لكم الصوره دي لسبب، الكوبري ده من الكباري المشهوره جدا في كاليفورنيا اسمه ذا جولدن جيت بريدج. انا جبت لكم هنا لسبب، لو هنتخيل ان ده اللي هو الكوبري نفسه، ده الريد سيل ممبرين. الريد سيل ممبرين عشان يستحمل الترافيك ستريس، شايفين الدعامات دي، يبقى احنا محتاجين ان البريدج ده هو عشان يستحمل اللود بتاع الترافيك لازم يبقى مدعم زي ما هو مدعم كده باسلاك. بريدج ده مشهور جدا زي ما قلت لكم، ده في كاليفورنيا اللي هو اسمه الجولدن جيت بريدج. نشوف ده شكل الالترا ستراكشر بتاع الممبرين بتاع الريد بلاد سيل. ده الممبرين، يبقى ده الممبرين. شايفين الممبرين فيه كام نوع من انواع البروتينز، وكل نوع من انواع البروتينز ده هو بيبقى لينكد مع انذر بولي بيبتايد تشين، والباترن الاكستريملي كومبليكيتد باترن ده هو اللي بيخلي الممبرين بتاع الريد بلاد سيل بيبقى كاركترايزد بحاجتين متناقضتين، سترينث اند فليكسيبيليتي. السترينث والفليكسيبيليتي محتاجه ان كل كومبوننت من الكومبوننتس دي يبقى بروديوس نورمالي، وهو ده الديفكت اللي بيحصل في السفيروسايتوسيس. من غير ما نخش في تفاصيل على مستوى البوست جراديويتس، السفيروسايتوسيس بيحصل بقى مشكله في الاستراكشر اوف ذا كومبلكس بروتينز اللي موجوده في الممبرين اوف ذا ريد بلاد سيل اللي هي بتخليه acquiring this strong and flexible nature. وده بيترتب عليه ان بدل ما الريد بلاد سيل يبقى شكلها كده هو بيبقى شكلها بالمنظر ده. السفيروسايتس دي اول ما تعدي جوه السبلين، لانها خلاص it is unable to squeeze itself, it is unable to pass across the microcirculation، في الحالة دي هتبقى trapped جوه الماكروفاجز وبناء عليه هتبقى hemolyzed. والرسمة يبقى زي ما اتفقنا ان السفيروسايتس نتيجة ان هما الممبرين of the spherocytes it lacks the normal flexibility, it will be unable to squeeze itself to pass across the narrow fenestrations of the red pulp of the spleen. تمام؟ وده برضو نفس الدياجرام بيبين لنا ان انا عندي هنا في السفيروسايتس مشكلة في one component اساسية، والcomponent دي مهمة جدا انها to maintain زي ما قلنا الريد بلاد سيل ممبرين بيتميز حاجتين متناقضتين، power and flexibility. تمام؟ الديفكت في one of these integral proteins بيحول الريد سيل من البايكونكيف شيب بتبقى بالسفيريكال شيب او السفيروسايت، وزي ما اتفقنا السفيروسايت دي هتبقى easily encaptured جوه الماكروفاجز وهتبقى hemolyzed. الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعت السفيروسايتوسيس ان الانيميا ممكن it can present from very early stage من الانفانسي، وبيبقى الحاله سيفير انيميا، لكن في نفس الوقت في عندي مايلدر فورمز، والمايلدر فورمز يبقى معنى كده ان البرزنتيشن ممكن يبقى متاخر شويه في اليونج ادلتود. وزي ما اتفقنا انه بيبقى عاده في عندنا جوندس، وبيبقى في عندي السبلين كبير، وده شيء متوقع لانه الدستراكشن بتاع الريد بلاد سيل بيحصل في السبلين، وفي نفس الوقت بيبقى في عندي جول ستونز. السبب في كده ان معروف، ودي احنا كنا قلناها برضو في الهيموليتيك انيميا
او الجزء بتاع البيلروبين ميتابوليزم ان الانكونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا من ضمن الفاكتورز المهمه جدا which can predispose to what we call pigment stones. يبقى الناس دي ممكن يبقى في عندها gall bladder stones. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لحال السفيوسايتوسيس؟ من الكومبليكيشنز المهمه جدا gall stones, لان زي ما اتفقنا الهيموليسيس ممكن بيترتب عليه a peculiar type of gall stones اللي احنا بنسميها البيجمنت ستونز. عشان كده هو مهم جدا الناس اللي عندهم سفيروسايتوسيس لازم بنعمل لهم التراسونوجرافي عشان اتاكد ان ما عندهمش جول ستونز, لان بمنتهى البساطه لو عنده جول ستونز يبقى احتمال من ضمن اللاينز اوف مانجمنت هيبقى فيه سيرجيكال لاباروسكوبيك كوليسيستكتومي. حاجه بعد كده, الناس اللي عندهم سفيروسايتوسيس بيبقى لايبل ان هم يخشوا في ثلاث انواع من انواع الكرايسيس, حاجه اسمها ابلاستيك كرايسيس او هيموليتيك كرايسيس او ميجالوبلاستيك كرايسيس. ابلاستيك كرايسيس يعني واحد عنده سفيروسايتوسيس جاله فيرال انفكشن وعملت له بوم مارو ابليزيا. النوع الثاني من الكرايسيس اللي هو ممكن يحصل بيبقى في عندي هيموليسيس, والهيموليتيك كرايسيس برضو دي بتحصل عاده بعد فيرال انفكشن. واخر نوع من انواع الكرايسيس ممكن يحصل لنا حاجه اسمها ميجالوبلاستيك كرايسيس, ودي بتحصل في حالات السفيروسايتوسيس اللي بتبقى اسوشيتد مع انكريست ديماند للفوليك اسيد زي ما بيحصل مثلا في البريجنسي. دي انواع الكرايسيس اللي ممكن تحصل. بنشخصها ازاي؟ الجنرال فيتشرز بتاعت الهيموليتيك انيميا, انيميا ومعها ريتيكولوسايتوزيس. وزمان كنا بنلجأ لحاجة عشان نشخص السفيروسايتوزيس, حاجة اسمها اوزموتيك فراجيليتي تيست. عشان نفهم البرنسبل بتاعت الاوزموتيك فراجيليتي تيست, احنا متفقين على انه الجوهر الاساسي في الباثوفيسيولوجي بتاع الهيريديتري سفيروسايتوزيس ان الريد سيل ميمبرين it loses its deformability and its flexibility and it is incapable to squeeze itself. هي دي الفكره بتاعت الاوزموتيك فراجيليتي. ايه بقى الفكره بتاعت الاوزموتيك فراجيليتي تيست عشان نفهمها؟ دي منظر بتاع نورمال ريد بلاد سيل. نفتكر من الفيزيكس زمان, لما يكون في عندي ثين ميمبرين اللي هو الميمبرين بتاع الريد سيل, وفي عندي across its two side two solutions, والتو سوليوشنز دول في فرق في الكونسنتريشن بين السوليوت والووتر. في النورمال ستيت لانه بيكون في بالانس اكروس بالبوث سايدز, في الحاله دي ما بيحصلش اي مشكله, ما بيحصلش تشينج. لكن لو تخيلنا انه الريد سيل دي اتحطت في سوليوشن, والسوليوشن ده اللي هو ده كان فيه كميه سوليوت اقل, يعني هاير ووتر كونسنتريشن. معنى ان كلمه هاير ووتر كونسنتريشن يعني السوليوت اللي هو موجود جوه السيل هيبقى اعلى, وبناء عليه بالاوزموزيس الميه هتخش من بره لجوه وبيحصل سيل سويلينج. دي اللي هي البرنسبل الاساسيه للبروسيس بتاعه الاوزموزيس. طيب يبقى معنى كده الفكره الاساسيه بالنسبه للاوزموتيك فراجيليتي تيست ان انا مفروض النورمال ريد بلاد سيل النورمال لو اتحطت في solution of graded decreased concentration من solute, يعني لو حطينا الريد بلاد سيل في solution بيبقى الهايبوتونيسيتي فيه بتبقى ascending grades, النورمال ريد بلاد سيل هتقدر it will face that challenge ان المية تخش جواها وبيحصل ليها swelling. لكن وليه بيحصل الكلام ده؟ لان الممبرين بتاع النورمال ريد بلاد سيل it can withstand التشالنج ان هي بيحصل increase في الwater concentration وincrease في الmovement of water from outside to the inside, يبقى it can tolerate increased level of hypotonic solutions. لكن السيل اللي هي فيها السفيروسايتوسيس في الحالة دي هنلاحظ انه بيحصل لها destruction عند a very low level من الhypotonic solution. يبقى الفكرة الأساسية بالنسبة للأوزموتيك فراجيليتي تيست إن الأوزموتيك فراجيليتي تيست بيقيس الكابابيليتي of the red cell to tolerate or to withstand increasing concentration أو increasing strength of hypotonic solutions. المشكلة بتاعت الأوزموتيك فراجيليتي تيست إن ده كنا صعب نستعمله زمان, لكن ليه poor sensitivity and specificity. ودلوقتي الأوزموتيك فراجيليتي تيست بيستبدل بحاجة اسمها الإيوسين ماليمايد بايندينج. إيه قصة الإيوسين ماليمايد بايندينج؟ ده بيبقى نوع من أنواع الفلوريسنت داي. الفلوريسنت داي دي بيبقى ليها الكابابيليتي تو أتاتش
to the normal structured red blood cell membrane. يعني الفكرة إن المادة دي اللي هي اسمها إيوسين ماليمايد، الإيوسين ماليمايد بتبايند strongly، دي نوع من أنواع الداي، بتبايند strongly لأحد components بتاعة البروتينز اللي داخلة في الفورميشن of the normal red cell membrane. وبما إن الكومبوننت ده بالذات اللي هو بيكون ليه affinity للفلوريسنت داي دي، الكومبوننت ده بيبقى قليل أو sometimes بيبقى absent من الاسفيروسايتوسيس، يبقى معنى كده ان البايندنج بتاع الايوسين ماليمايد في حاله الاسفيروسايتوسيس بيبقى فيري لو. يبقى دلوقتي الاوزموتيك فريجيليتي تيست از ريبليسد باي ذا ايوسين ماليمايد بايندنج تيست. ايه العلاج بتاع الاسفيروسايتوسيس؟ انا دلوقتي عندي انه الهيموليسيس اساسا بيحصل في السبلين، يبقى احد الحلول المقترحه طب ما نشيل السبلين. لكن امتى بقى بشيل السبلين؟ بشيل السبلين لو عندي الانيميا واصله لكريتيكال ليفل. يعني ايه؟ لو الانيميا اقل من 8 جرام والريتيكولوسايتوسيس اكتر من 10%، يبقى معناها عندي سيفير هيموليسيس، يبقى ده انديكيشن ان انا اعمل السبلينكتومي. وفي نفس الوقت لو لاحظت انه الانيميا دي واصله لمرحله انها اتس انترفيرنج مع النورمال فيزيكال اكتيفيتيز. الحاجه الثانيه، الناس اللي هيتعمل لهم سبلينكتومي، لان السبلين it is one of the very important sites for the reticuloendothelial system، يبقى الناس اللي بتعمل لهم سبلينكتومي بيبقوا برون ان يجي لهم انفكشن معينه، وبالذات النيوموكوكال نمونيا. عشان كده هو اي حد بيتعمل له سبلينكتومي لازم بديله النيوموكوكال فاكسين، وفي نفس الوقت لازم بنديله فوليك اسيد عشان ما يخشش مننا بعد كده في الميجالوبلاستيك كرايسيس. كده الجزء الاولاني خلص، وبعد كده هو ان شاء الله هنكمل بقيه الهيموليتيك انيميا في السكند سيشن باذن الله.